يا أهلا وسهلا مرة أخرى، رجعنا لكم وبنقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، وكل لحظاتنا شايلة السعادة وشايلة السمح وشايلة الأخبار الجميلة. في معيتنا اليوم الضيف الرائع حقيقة، إحنا كنا بنتونس في الفاصل أثناء هذا الفاصل الغنائي، رجل يحمل كثير من المعلومات، رجل يحمل في طياته الكثير من التواريخ المميزة والعناوين المميزة أيضا. أسعد جدا ونسعد في قناة الشروق اليوم باستضافة الباحث في التراث والباحث الاجتماعي المميز ضيفنا سمير بوكاب. فيا أهلا وسهلا بك حبابك عشرة، نورت وشرفت. كل عام والأحباب بخير والطاقم الشغال، الناس بياكلوا في اللحم وانتم يعني بتفرحوا الناس بالذات كويس يعني. الله يصدقك. هم قاعدين بيفتشوا على الأتي ويأخذونا يجيبوا ده سبلين، وانتم شغالين بتبث لهم هذه الأعمال الراقية. كل عام الشعب السوداني الطيب بخير، ونتمنى ان يكون رخاء ورخصه وبترول السنه الجايه، وما تكون في كورونا لان كورونا دي مع الزباله صراحه يعني. الله المستعان. الله المستعان يا رب. طيب في البدايه لو تحدثنا عن ملامح العيد في السودان ومختلف العادات. هذا السؤال حقيقه رائع جدا، لانه العادات بالذات العيد في السودان يختلف كثير جدا عن بقيه الدول الجيران. العيد في السودان ذاته شقين، شق حضري وشق ريفي. الشق الحضري فيه شقين ايضا، فيه شق فيه العباده وفيه شق فيه العاده، والعاده غلبت هسه بقت ما عباده، معلش ما تزعلوا منها الناس البندر لانه دي حقيقه بالمناسبه يعني. اما الريف فما زال يحتفظ باشياء غايه في الرقي، يعني معظم الريف السوداني لانه ملتزم بالمسيد والخلاوه وعندها حاجات المميزه جدا، وأولى هذه الأشياء نلقاهم كلهم بيطبخوا مع بعض وكلهم بيقعدوا مع بعض سواء في المسيد أو في البراحات الموجودة قدام البيوت، وتلقى كم هائل جدا من الفرح والسرور. الأطفال بيلعبوا ألعابهم الشعبية، شدة وشليل وكل الأشياء الجميلة الما مربوطة بالبندر ولا مربوطة بالحاجات اللي بيلعبوا بها الأتاري والطخ طخ طخ طخ. الأطفال اللي بيقوموا إرهابيين بصراحة يعني زمان من الطفل لما تشوفه جاري حتى الواحد بيبقى سعيد يجي بتديه 10 قروش او الليله لو اديته 100 ما ياكل يعني. بعين لك 10 حد عامل لي شنو؟ هذا الفقير ما هذا يعني. نحن العيد في الريف يلتزم بالتزام الناس لانهم ما محتاجين انه يمشي السوق، لانه هم زارعين اصلا وهم رعاة اصلا، فالسعيه موجوده، انت ما حتشيلي قروشك عشان تمشي تشتري تخشي في معمعة دكم ودم، لا، فأنت من عندك بتطبحي، فعندك نأكل مما نزرع. أيوة العبادة عالية عندك، وبنفس المقياس هم في تواصل ما بين مجموعات، إنه ده يجي لده وده بيمشي لده، وكلهم مرتبطين ببعض في الأحياء، كل الأحياء مع بعض ملتزمة بأنها تكون متكافرة، حتى الناس اللي ما عندها سعية بتلقي السعية مشت لهم بالليل بدون ما في زول يوري الأقربون بيعمل بالشغل ده. فنحن محتاجين انه الحاجه دي نرجعها ثاني، لانه احنا الان اصبحنا كالفرنجه صراحه يعني، وما نزعل من بعض. احنا المفروض نقول حاجتنا عشان لما اقيف انا قدام مرايه نفسي بحاسب نفسي، حاسبت نفسي بالتاكيد انا حصلح مساري، لانه احنا محتاجين نصلح المسار، حنصلح المسار بيتين في حاله واحده بس. اللي هي؟ بالحب. يعني نقول انه الحب اهم مميزات التكافل الاجتماعي. بالضبط كده، لو ما بتحبي ما بتتكافلي. لازم هذا الحب. في كل حياتنا، في كل حالاتنا، في كل حاجاتنا، لأن الحب والكلمة هي 4 حروف، لكن كل كلمة لها مضامين، كل حرف له مضمون. وبعدين الناس طبعا مطوها زي ما لا، الحب يخرج من القلب ويذهب إلى القلب، ما في حتة تانية، وده مهم جدا جدا. فعشان كده نلقى الريف متضامن متحابل، لأنهم الحب عندهم سمة أساسية عكس الباندر. مجارينا ما بعرف، وممكن الجاري اللي انا ما بعرفه ما بيعرفني، وممكن احنا الاثنين بنعرف بعض من حته بعض وما بنعرف بعض. فحقيقه العاده في البندر اللي بقت مربوطه بالعيد لانه سنه، لكن في الريف نلقى فيه الكم الهائل من التعامل الراقي. بتلقي اذا خشيتي بيت لو ما شلتي من حلاوتهم او شلتي من خبيزهم ما بيخلوك تمرقي، على الاقل يعطروك، يجيبوا لك العطر يعطروك. ده وين هسه؟ ما بتقدر تعمل كده. المهم يكرموك باي طريقه إن كانت. ده مهم، ويلحوا عليك وعليك الله وعليك الرسول. طالما دخلت الفكره بتاعت
الدعوة بأنه الله عزيز والرسول عليه الصلاة والسلام عزيز، فأنت ما بتقدر تقولي لا، حلي فوق خلاص بالعزيز الغالي، بس خلاص أنت ما عندك، لازم تنتظر. فدي واحدة من الأشياء الكويسة، أنت بتخش البيوت مفتوحة ومجموعات، وكل سنة وأنتم طيبين، كل عام وأنتم بخير. طريقة الاستئذان صفقتين وداخل البيت، ما في قبل بيتك على طول اليوم، كل البيوت واحدة المدة 30 يوم أنت سعيدة. وبعدين الأيام دي بالله، لأنه أن إحنا السعادة عندنا نسب والحزن نسب في التراكيب العامة أصلاً يعني. طبيعي. أنت ما فرحانة طول اليوم ولا زعلانة طول اليوم ولا متنشنة طول اليوم. ما بين هذا وذاك. أي بالضبط كده، لأنه ده طبيعة الحياة، التغيير والأشياء الماشية معك. فعشان كده تلقيهم ثلاثة أيام عندهم متمكنة جداً، وحتى اليوم الرابع بيكون الباقي من اللحم برضو تلقي فيه الجلسة بتاعت الجماعية موجودة. أمس كان اليوم التاسع لي الحجة. نعم. التاسوعة العادة دي ما في حتة ثانية إلا عندنا نحن. الكرامات بتتعامل للذين ارتحلوا عنا إلى دار الخلود. الله يرحمه ويسلمه. فتلقيهم الناس بتعمل كرامات خاصة بالحاجة دي. والكرامات الخاصة كمان بتصادف، إذا كان أمس كان الخميس، لو كان الأربع كمان الكرامة بتبقى مختلفة شوية، لأنه فيها بليلة كده وشفع ودعوة يعني. طبعاً. عيد العيد بتبدأ من كده. فتخيل كمية الحاجة دي، وهم بيشتغلوا معاك وهم بياكلوا معاك وهم كلها بالحب فرح وسعادة. بالضبط كده، غير كده تبقى الشغلة ما جايبة ثمنها ولا حاجة. يعني لو مشينا للبندر حتكون ملامح الشعير عاملة كيف هناك؟ البندر هنا في شيء جميل، البندر المقسوم قسمين، القسم المتفرنج والقسم اللي هو متريف. أهلنا في الأطراف ديل بتلقيهم دائما قعداتهم قدام البيوت. هسه لو مشيتي مثلا على الكلاكلات او الحجوز والهم بالذات، بتلقي الناس ضايعين وفضل وتسمعي كلمه تفضل في اي ركن. ده تكريم خاص اليوم لاهل الكلاكله واهل الحاج يوسف واهل الاماكن التي تشتهر طبعا بالكرم. نعم. فضل ويحلفوا لك ويقعدوك وكذا يعني. واذا انت صادفت اللحظه ديك اللحم طالع، لا والله تشيل لازم برك وكذا. شوف برك دي وما في عذر يمنعك انه لا لا لا، وعليك الله عليك لازم حتاكل وحتضيف. نحن محتاجين الحاجة دي كشعب سوداني، ومحتاجين الحاجة دي كأمة لها ملامح من الماضي الجميل اللي لسه موجود فينا. وأنا ما بقول ما تستحدث، لا، الحداثة مهمة، التغيير مهم، دوام الحال من المحال، لكن فلنستصحب هذه الأشياء معنا، لأن العادات الجميلة عشان نحن نوريها. نعم. لمن هم بعدنا، عشان يعرفوا من هو والجينة دي جاية من وين. جينة الكرم دي ما بتجي ساكت ابدا يعني. فاحنا مضطرين انه نتعامل مع حاجاتنا باناقه عاليه، وهذه الاضطراريه جايه من حاجاتنا نحن اللي احنا نعتمد عليها من الماضي الجميل. فلذا بتلقي مثلا التاسوع لما الناس تعمل مثلا في الشمال بيعملوا قراريس كده وقعدات على النيل بالذات بعد المغرب. هذا في الجزيره هذه العاده موجوده. على الازرق او على الابيض، الناس المربوطين بالنيل تلقى فيهم العاده دي موجوده. نعم. في بعض المواقع اللي هي في السافانا، دول السافانا زي ما بنسميهم نحن، ديل بنلقيهم التاسوعة دي عندهم لكن بشكل آخر، ما فيها عادة، لكن العادة فيها مربوطة بالبليلة بس، كان حمص أو كان عدسية أو يعني. والبليلة مربوطة بالعادات والتقاليد، والشيخ يجي بعد المغرب بعد ما يصلوا والدعوات الكاربة، مع أنه العشرة الأولى في ذي الحجة هي العشرة بتاعت الدعوات حقيقة يعني. نعم. وأمس يوم الدعوات أصلا، عرفة يوم الدعوات، خصص هذا اليوم بالدعاء واستجابة الدعوات، ومهمة جدا. نعم. لأنه الناس بيطلع الجوات بيستحضروا بيدعوا لكل الناس بدون فرز. فبتلقي حتى المتخاصمين في اليوم ده نتصالحون أناقة يعني، بتروح بتزوب، الثلاث أيام يخلصوا تعود العداوة مرة ثانية. يا لطيف، خلينا في المحبة. خلينا في المحبة. عشان كذا نعم. ضيفي العزيز سمير، احنا في البداية قبل ما نخش مباشر على الهواء حكيت لي معنى اسم بوكاب. نعم. اللي هو قلنا يرمز إلى الكرم لا محدود. نعم حقيقة دي. فالملمح ده إلى الآن يبدو أنه هو لا زال موجود في أماكن كثيرة من. نعم. السودان. نعم. أنه صاحب البيت بيخلي بيته مفتوح للزوار وللضيوف وللمحتاج ولجميع أطياف المجتمع. إذا ما هو السبيل وما هو الطريق إلى نشر الفرح والسعادة في هذه الأيام ومعظم أيام العام أيضا؟ إحنا محتاجين إنه أطفالنا ما نخليهم للقنوات. مرحبا بالقنوات، مرحبا بهم تماما على عيننا وراسنا،
لكن ما نخليهم للقنوات وما نخليهم للمصيبة اللي اسمها السوشيال ميديا. نعم. أنا ما ضدها، لكن السوشيال ميديا عندنا ماخذ الجانب السلبي جدا. كيف؟ أقول لك 90% من الناس اللي بيكتبوا على السوشيال ميديا أو اللي بيهاجموا أو اللي بينتقد أو نحن ما بنسمع خير منها أبدا، يعني كلها انتقاد. سمير قال كده، ده هو مزاته ووعده. واللي بينتقدني ما بيعرف نصا يعني عشان ينتقدني. للأسف الانتقاد طبعا له فنون. نعم. ولكن يأخذون الجانب السلبي، يعني مثلا ما بينتقد فعلك أو قولك، بينتقدك ككل، ودي مشكلة. بينتقد تربيتك، بينتقد أهل منطقتك، وهذا مما لا شك فيه خطأ فادح. وده أنا ما داير، أنا داير شنو؟ نعم. عايز التواصل على مستوى التكنولوجيا تبقى هي مفيدة للطفل، نعلمه العادات الجميلة. نعم، يمشي لحبوبته الوتد يجي البيت. بالمناسبة كلمة حبوبة من أرقى الأسماء للجدة. نعم. وإحنا الوحيدين اللي بنسمي حبوبة، وكلمة حبوبة جاية من الكلمة اللي قبل قلتها الحب. يبدو أنه عنوان حلقة برنامج تواصل اليوم حتكون الحب. حنسعى جدا أنه إحنا يعني نوصل الحب كله لأي مكان بإذن الله تعالى. نعم ضيفي العزيز، تخيلي أنت الطفل بتسوقيه ودي حبوبته، والطفلة تمشي لحبوبتها. نعم. مرتبطين بالحبوبة، لما الأب والأم ينهر بيحتموا بالحبوبة. نعم. لكن الآن ولا شغالين بالحبوبة، وعندهم كلام أنهم بيفهموه، وعندهم حاجاتهم ما بتعرفين. يا أخي أسمع، اعمل طرش، اعمل اطرش، كبره مفردات، انا ما بعرف بيجوا من وين. انا ما زعلان منهم، انا زعلان من مناهجنا على مستوى الدراسه اللي خلت اولادنا يطلعوا من المنهج بتاع الاسره اصلا. لانه تربيه وتعليم 75% تربيه، تربيه في المدارس. نعم. 25% للاسره. نعم. الاثنين راحوا. الاسره ورب الاسره جايين ورا لحمه العيش. نعم. وتربيه وتعليم ما عارف هم جايين ورا شنو. على كل حال، فبنرجع نقول كل هذه العلاقات الإنسانية وكل هذا التعاضد، كل هذا التفاكر والمحبة لازم ترجع من الأسرة، لأن الأسرة هي اللي بتنمي البذرة الأساسية. بالضبط كده. والأم لأنها هي مهمة جدا. يعني إحنا كنا بنتكلم مع بعض الأصدقاء صباح اليوم، بنعيد على بعض، واحد قال لي معلش يا أستاذ أنت كنت بتقول أنا يتيم وأنت في عمرك ده. قلت لي نعم، أنا فقدت أمي حقيقة يعني. قال لي أنا الآن عرفت الكلام أنت قلته ده. تاني ما قالك، قال لي أنا من 5 شهور أمي الله يرحمها شعرت بالليلة، قال لي ليلة يوم العيد شعرت بأن أنا يتيم، لأنه مشيت في البيت ما لقيت. أنا كنت بشرب معاه الشاي وأصلي معاه وأجي راجع، مشيت ما شربت الشاي وجيت راجع البيت ما صليت. وأسب أقول لك كل سنة وأنت طيب، قلت له قوم صلي ركعتين والله كريم. فتخيلي الفارق ده. نعم. الفارق ده بيخلق حتة دي. أنا عايز الطفل على مستوى المجتمع السوداني كله يعلموه منو حبوبة ومنو الجد. ما يقول جل كيف تسموا يا أخي، من حبوبة يا أخي، ما تسميهم. نعم. وما تبط منها بعدين الحجة تكون ما حجة أنت مسميها ليه. أيوة. طب هاي هاي المشكلة. لكن لقينا المجتمع ساير عليها فمشي في نفس السياق. ما تقولي لك ما حقي. نعم. تقولي لك ما الفيزا. يمكن فعل خير يا حاجة عشان حتحج قريب. لا ما مستحيل اني مع الكورونا برضه، لانه الحج بقى مربوط بالكورونا صح. الله المستعان. العوام القادمه من الله امد في العمر باذن الله تعالى. يلا الله يسلم للزمن ذاك على كل حال. فاحنا محتاجين انه الاسر تعتني باطفالها، تعتني بالاجيال الجايه، لانه هذه الاجيال حيتحملوا وزر ما فعلوه الاباء والامهات. عشان كذا انا كل ما بتكلم عن حاجاتنا نحن من خلال العادات اللي كانت موجوده جات متواتره لينا، عايزين نشيلها نديها لهم، هم يجملوها، هم يعملوها رتوش باسلوبهم وبطريقتهم. نعم. لكن الفكره تكون سابق. ماخوذه مننا احنا. الاصل واحد. نعم. انت عامل فروعك، انا ما عندي المشكله فيها، تفضلي. طيب صراحه الحوار معك جدا شيق وجدا رائع وغني وسلس بمعلومات كثيره جدا، كما يقال نهر لا تنضب. لكن متابعينا ومشاهدينا نطلع الان لفاصل غنائي مره اخرى ونعود اليكم، خليكم قراب. مشاهدينا عدنا مرة أخرى بعد الفاصل الذي كان مع بشير علي الحاج، وعودة إلى ضيفنا المميز اللي أثرنا حقيقة بالعديد من المعلومات الرائعة سمير بوكاب، فيا أهلا بك مرة ثانية. ونرجع نواصل حديثنا عن الأطفال وبهجة العيد والألعاب الشعبية الآن. أي إحنا طبعا الألعاب الشعبية إحنا تقريبا فقدناها. نعم. مع
سوشيال ميديا والجوال. نعم يعني انا ما بعرف، هل اشوف يعني زي ما قال بيعرف اذا كانت بكت او حرينه ما بيعرفوها. فبيجينا نتكلم مع الكبار اقول لهم يا اخوانا اكتبوا لنا الحاجات دي عشان نعمل لنا كوتيل صغير يرقد زي ما في المكتبه السودانيه. نعم لانه بيجينا ما بنعرف هم بيلعبوا شنو. يعني اعظم شافع تلقاه في الشارع بيلعب بيلي هسع، يعني الحاجه الوحيده الباقيه من الالعاب دي بيلي. لانه الالعاب كلها هسع فيه ما اعرف يجيبوا لك رصاص ولعوا النار يضرب يزعج الناس. الالعاب الناريه تقصد؟ الالعاب الناريه دي. نعم. يعني الصين شغاله قصادنا بس يعني حقيقه. فنحن بنعاني من الحاجه دي لانه الطفل من ابجديات حياه الطفل انه يجري. نعم ما يجيف، يتعلم ينمو من السنتين. نعم. ونص حتى السبع سنوات لازم يجري، ده قانون رباني. نعم لازم يجري. الناس بيجوا في البيئة ويتبدوا هو ما حيقعد لانه بقى وجود لبعد سنه. نعم هو الان ما انت الطفل بيمسك الموبايل وذاته بيشخط فيها. نعم وقاعد في مكانه من دون اي حاجه. ودي مشكله ودي بتخلي نسب الدكتور، انا ما دكتور لكن من خلال التعامل مع المجتمعات الطبيه بتقول انه الطفل كل ما يكون قاعد في الظل اليود بينقص في جسمه. نعم ونقص اليود في جسمه لانه هو متعامل مع الشمس. والشمس عندنا عاده حبوباتنا بيعملوا العاده دي بيتعاملوا الطفل لما يلقوه لين تعبان كده وبتاع. نعم. يقعدوا من 7 لـ 9 صباحا قدام الباب شايلين الطفل ده في الشمس. فالجسم ياخذ كم من اليود. ودي طريقه جميله جدا وشعبيه جدا. نعم. وفجائيه جدا لكنها قويه جدا وممتعه جدا. مصدر طبيعي لفيتامين د. بالضبط كده. نعم. هم بيدخلوا ده خلاص الطفل بيبقى يتحرك بيمشي بيلعب. وحصلت حاجه زي دي مع بعض الاصدقاء اللي اتولدوا في المهاجر. لانه معظم الوقت هم مقفلين ومتكيفات وبتاع فبيجونا بيتعبوا. نعم. فاطفالنا يتعاملوا مع اليود من بدري فتلقوا عودهم كويس وقوي. فالاطفال الان ما بيجروا فاذا هم عندهم اشكاليه في التكوين البدني ده شيء طبيعي. لكن لما بيجري في الشمس وبيلعب وما ساكن عربيته ومسوي له بتاعه حاجات الجميله دي بتخليه متحرك في العيد بتزيد الحركه لانه من البيت ده ماشي للبيت ده وجايط ويمكن مليون كله ما ياكل بس حاجه صغيره كده لانه 3 أيام دي بالنسبه للعيد. نعم عيد ولا عيد. نعم ولابس جديد ونظيف والنعلات نظافه الله يكرمكم طبعا. حاجه كده. فتخيلوا هذا الطفل لما يقعد ما حيحس بجمال الحاجه بتاعته. لكن لما يتحرك الناس هتعرف انه متحرك كده ما بتفقد الطفل لو ما تحرك. قاعد في حته واحده تبقى كيف؟ ما هو اصلا قاعد في حته واحده، امشي تلقاه قاعد. ما عملت حاجه معه. عشان كده انا بخلوه يجري، بخلوه ينبسط، بخلوه يشوف عوالم جديده عليه، لانه كل ما بيجري بيقع، لما يجري مره ثانيه بنفس الحته دي ما بيجري لانه بيتعلم. لابد. نعم. والتعلم ده مهم جدا. لكن الشخيطه ما حيعلمه حاجه. هيعلمه عمنا جوجل قاعد وجوجل ذاته قاعد. طبعا احنا زي ما ذكرنا انه مواقع التواصل الاجتماعي وان التقنيه الحديثه لها وجهين. نعم. يعني جانب سلبي وجانب ايجابي. الايجاب نعم. لكن اذا الناس عرفت توصل المعلومه دي بشكل ممتاز، اذا عرفت انه هي يعني تعيش الناس جو جميل، توصل معلومه صحيحه، فده اكيد يعني مما لابد فيه حاجه رائعه. وعشان كده انا بقول نعم خلوا الطفل يلعب. خلوا الطفل ياخذ حقه. لكن للاسف ما تدي مسدس عشان احنا ما يرهبش. ما ننزعج. لا 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 ما يعني خلي المسدسات دي يعني صيبه اصيبه تسوي لي حاجه كويسه ليه مسدسات يعني صراحه يعني انا بدي سؤال. على طاري المسدسات في كثير من الاطفال كانوا بيصنعوا العابهم بنفسهم من مواد اوليه بسيطه. مهم مثلا العربيه اللي قلتها قبل شويه. ايوه يجيبوا الصفيحه او يجيبوا بتاع ويقعدوا وعود طويل وجمهور. أيوة. او مثلا بتاع او بورا ويعملوا فيها اصوات ويكتبوا حاجات هم زي العربات. ما اعرف يا رائع وبتاع حاجات كده واستغلال علب الصلصه واستغلال كل المواد حتى الموجوده بيبدعوا كانوا السلالات بتاعت البارد. ايوه طيب يعملوا لها ساتك. أيوة. تخيلي طلع اصوات كده والوان كلهم جميلين. نعم. الان لا الان جاهز وابلاستيك والابلاستيك ذاته بيضر لنا البيئه لانه اصلا مستهلك بيتكسر. نعم. فبيدعوا بيتخش في مساحيق النار فبتطلع لنا مصايب كثيره. ثاني اكسيد الكربون يبوظ لنا السودان عصابات اصلا يعني بعيد عنكم. فاحنا محتاجين الله نتعامل مع عيدنا بالعيد. وعايزين نتعامل مع عيدنا باناقه انه العيد ده سنه مفروض ان احنا نحيي شعيرتها لانه
لما فرح الخليل عليه السلام بالذبح العظيم والفدية بالكبش لإسماعيل فرحته كانت عالية جدا جدا. نعم أمر، قال له اذبح ما في لك طريق، وسلم أمره. جاء قال له ولدي أخذ ده، قال له افعل ما تؤمر هتلقاني صابر. نعم الجمال هنا، الابن خاضع للأب، ده داري نوع من أنواع الحب، ده داري. ولو نعم. ما حب ما بيخش. نعم لازم، أنت لو ما حبيته ما حتديه. نعم فأنت بترعبه أكيد ما حيجي جنبك. خليك أنت ذاتك حنين معاه. نعم أقعد معاه وناقشه، هم ما صغار، ناس صغار في العمر، لكن الذكاء عالي والفهم أعلى. فطفل عندنا مهم جدا انه نتعامل معه بأناقة عالية ونديه حظه من الفهم، انه هو فاهم. وما بفتكر ناس كثير بيفتكروا يشوفوا عدل ما فاهمين، لا والله فاهمين فهم اكثر منك. نعم والفهم الفاهمين هم متابعين الوضع وفاتحين ليك زي ما بيقولوا. ايوه كبرينها كبر الشغل ده. نعم فتخيلي كما الطفل لما يتعامل معك ويجي يسألك والله الحاجة دي ما عجبتني، في أمان الله بترد عليه أنا شخصياً بعمل حاجة دي عارفها بقولها، ما بعرفها بقول ليه بعدين، بتناقشوا فيها لكن لازم. أيوة ما بتمشيه، لا مستحيلة. نعم لأنه هو أنا بدي حتتي أنه هو بني آدم هو مكرم أصلاً وهو اللي حيزيد الكم بتاع الناس اللي عندنا. نعم وحيبارك وحيباه وبيردو أمم بعدين. أيوة. إذا أنت مهم أنت ما سائل، أنا حيباه وبي الأمم. طيب ليه يعني انت تحقر بي يا اخي؟ ما تحقر بي، خليك معي. ايوه خليني سوا كده. فالمشكله عندنا ان احنا محتاجين نقرا حاجاتنا ونديها حقها قبل العيد وفي العيد وبعد العيد. نعم نعم. طيب انت قلت الاناقه الفكريه في التواصل مع الاطفال، في التواصل مع الناس الكبار والصغار وكل الاعمار. لما نجي الاناقه بتاعت الازياء واللبس والمظهر العام في فرحه العيد، كيف بتوصفه؟ الملابس في فرحة العيد بالذات في عيد الفطر يختلف تماما. لأنه عيد الفطر مربوط بالخبيز والملابس. نعم. الملابس الجديدة. أيوه. والناس وإحنا طبعا عندنا هذا، معلش يعني ما تزعل مني أيها المشاهد الكريم، أنت قاعد تسويها بصراحة يعني ما تزعل واضح وصريح. أي. نعم. يوم الوقفة نركب الستاير. يوم الوقفة بنحلق. يوم الوقفة بنفتش على الجلابية. يوم الوقفة بنقويها، يوم الوقفة ذاتها بنفتش على فحم عجل، احنا كل شيء يوم الوقفة. ليه؟ العيد جا فجأة، شنو جا فجأة؟ العيد العيد مربوط بزمنه. نعم انت اللي ما قادر تظبط امورك. نعم ظبط امورك عشان ان احنا نقدر نتعامل مع الازياء دي برقي. احنا عندنا الجلابية والعمة من الميزة السودانية في أي حتة. بتمشي بجلابيتك أي واحد ينادك يا زول. أي زول. نعم في ماشي في الشارع لا يقول زول. يعني مثلا مشيت الامارات على سبيل المثال يعني. نعم الاماراتيه بيلبسوا جلاليب زينا. الاختلاف في هم بيلبسوا القطر، احنا بنلبس العمه. نعم وشالاتنا ما زي شالاتهم اصلا، ما عندهم شالات كمان ما عندهم. لا طيب احنا الله يكرمك المداسات برضو او المراكب ما زي حقتهم، هم بيلبسوا شواط، احنا بنلبس مراكب بتاعتنا من الصناعه المحليه. ايوه فشوفي شكل الاناقه في التراكيب بتاعتنا. لما يكون زول ماشي ولابس جلابيته وخاتي شاله والعمة يعني قبة المهدي ماشيين الناس. نعم فبتلقي زول تن ده سوداني. ايوه هو كده. فدي ميزة ودي اروع ايدنتيتي بالنسبة لي، عفوا اروع هوية بالنسبة لي، عفوا اسف يا اخواني، اروع هوية بالنسبة للشعب السوداني. ايوه هوية الجلابية والعمة لانه دي هويته، دي حياته، بتميزه في تراكيبه وتراثه. فبتلقي شفت لك في العيد في الصلاة زول لابس بنطلون ولا ولا قميص ما في خالص، حتى لو في عيد عام بيكونوا كل بيضاء وكل الرؤوس بيضاء مغطية بالعمام، حتى جلاليب اللي كانوا ملونات تلقي العمام بيضاء. نعم ما في عمام حمراء معلش يعني. أيوة. إلا عند الهنود. ايوه ايوه نعم. ده كمان بتراثياتهم يعني. ايوه فنحن عندنا تلقي الجمال ده في النساء، التوب شيء مميز. طيب عفوا عزيزي، لو تحدثنا مره ثانيه عن نقطه العمه، ممكن نحكي للمشاهد قصه العمه شنو؟ ايوه بالضبط. ايوه لها قصه معروفه، لكن كثير من الناس بيلبس العمه وما عارف قصه العمه ايه، فممكن نوريهم القصه بتاعت العمه بمفهومنا نحن العجايز ديل. العمه شباب وحيويه لسه
هي موروث قديم بالمناسبة. نعم. جاي من التاريخ القديم. أيوة. يعني ما هو لمس. وكانوا بيلبسوا دائما اللي هم نسميهم علية القوم، الناس اللي هم النخبة. نعم. والنخبة اللي كانوا بيلبسوا هم معظم الأمراء على مستوى البلاط الملكي. كان بيتلبس نفس الطريقة بتاعتنا الهسع دي مع اختلاف الأحجام والألوان. ودائما الملك كان بيلبس الشغل ده قبل ما يتوج. بالمناسبة دي المعلومة السليمة في هذا الأمر اللي أنت عايزة تقوليها ده ممكن تقوليها لي وننتو عشان أنا ما أتحمل الوزر بتاع الأئمة. الأئمة عندنا مربوطة بتقاليد ما قبل الجرتق. الملك لما يجرتقوه بيلبسوا الأئمة، وبعد ما يجرتقوا يقعد قاعدة كاملة على العرش بيشيلوا الأئمة يدوها لولي العهد عشان يجي هو يلبس التاج. إذا معناها نقول في كانت في أقاويل أخرى حقيقة. أنا يعني بعرف حسب ما قرأت في التاريخ السوداني اللي هي العمة بالبسة كان المحارب أو الجندي. نعم. فبيكون طالع من بيته ما عارف هل هو حيرجع ولا لا، ولا ما حيرجع. نعم. صحيح. فزي ما بقول بيكون شايل كفنه معاه وجاهز. نعم. للموت. نعم. إن رجع يرجع فحباب الجيه ما رجع، لا كفنه جاهز. نعم. يعني كانوا أسود في المعركة وأسود في تعاملاتهم الطيبة. نعم نعم. أنت وظفتيها توظيف شعبي، أنا وظفتها. أيوة. توظيف علمي. نعم. وأنا كنت جاي لكلامك ده بس كنت عايز أقول المساحة بتاعت الكفن كانوا بيخطوها في جسمهم هم ذاتهم العمة دي براه، عشان نكون عارفين يعني المقال اللي اتكتب فيه كلام سليم. نعم. لكن فيه حتة ناقصة. عشان كده لما قلت لك ما الامير اصلا هو قائد الجيش. نعم. الامير اللي بيقعد ولي العهد ده قائد، ما قائد الجيش، ما زول الشارع، لا زول قائد. فبيلبس لانه هو متحدث، فلما بيقاتل احنا عندنا المقاتلين عندنا ما كانوا سهلين عفوا. والمقاتل السوداني على مستوى تاريخ منسوب لرماة الحدق. طيب ليه رماة الحدق؟ لانه كانوا بيستعملوا النبل اللي ما بيستعملوه الناس. ايوه. وكانوا بيستعملوا الرماح. الناس الثانيه كانوا بيستعملوا السيوف، عشان تستعمل السيف لابد من حصان. ايوه. وعشان تستعمل السيف والحصان لابد من ان تكون عندك تدريبات. فديلا كانوا مدربين على اعلى مستوى. ايوه. ما عايزين نطلع من العيد ونتكلم عن القتال والموت، خلونا في العيد وجمال العيد. طيب. وست الأيام. احنا الان مشاهدينا الاعزاء تحدثنا عن الزي السوداني بالنسبه للرجل، حنتحدث عن الزي السوداني بالنسبه للمراه، لكن بعد فاصل نطلع فاصل قصير وراجع لكم مرة ثانية في برنامجكم تواصل، ابقوا معنا. عيد سعيد، عيد سعيد. عيد سعيد، عيد سعيد، عيد سعيد، عيد سعيد. يا أهلا وسهلا بكم مرة ثانية من أول أيام عيد الأضحى المبارك من قناة الشروق الفضائية صوت الثورة السودانية. نسعد مرة أخرى حقيقة بالضيف الرائع المخضرم صاحب المعلومة وصاحب الكلمة الطيبة الباحث في التراث والبحث الاجتماعي سمير بكاب. فيا أهلا وسهلا بك مرة ثانية. إحنا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الزي العام في السودان وملامح العيد بالنسبة للرجل، فالآن عاوزين نفرد من المساحة للزي للمرأة السودانية. الزي للمرأة السودانية محتاج كم من المخطوطات؟ لأنه التوب السوداني ما في زول بيلبس التوب السوداني زينا إلا أهلنا في موريتانيا. الغريب الموريتانيين متمسكين بالثوب اكثر مننا، رغم انه موريتانيا اخذت الثوب من عندنا. الناس اللي بيجوا مارين الحجيج
أخذ التوب من عندنا ومسوب بقت حاجة متوارثة هو إلى الآن. نعم. التوب برضو عادة زي الجلابية والعمة، عادة سودانية قديمة ما هي مبتكرة، يعني ما جت أول أمس، لا سنين. والتوب إذا نظرنا لبعض التصاوير القديمة عندنا بنلقاها في بعض الملكات لابسات التوب ده بشكل أو بآخر. للأسف الشديد نحن الآن فكينا توبنا وبقينا برضو متفرنجين وبنلبس الحاجات بتاعت الفرنجة، كأنما الفرنجة نحن منقوصين منهم، يعني بننظر لهم بالدنيا. لا، أنا أعتقد التوب السوداني لما تلبسها المرأة السودانية هي ملكة وجاية من عمق تاريخ ملكي، وكما يقول الشباب الآن الاسم الفخيم كانداكا، ما بيتها مربوطة يا شباب بالألف، كانداكا بالألف ما بيتها مربوطة لأنه ما كان معربية. كانداكا معناها المفاخرة، ويطلق هذه الكلمة على الملكات الرائعات، ما أي ملكة بيدوها الاسم ده. تصنيف لازم جميل. ملكة تكون مقدرة مقدسة لها قيمتها، ولو ما كده ما بيدوها الاسم ده. فالملكة اللي لابسة التوب ده مفروض أن احنا نديها قدوسيتها. ألبس ما شئت أن تلبس، لكن لما تبقى العلاقة بعيد خلي توبك فوق كل اعتبار. البس بنطلونك في اليوم اللي يعجبك ما عندي مشكله، البس سكرت البلاوز كل اللي انت عايزه تلبسيه البسيه، متعي نفسك في الدنيا ما عندي مشكله. لكن لما نبقى نحن في مناسبه فليبقى السودان اولا، وليبقى الزي اللي احنا بنلبسه ثاني طوال، عشان احنا نبرز وجه السودان الجميل. لو شفنا كل الدول اللي حوالينا متمسكين بملابسهم متبين بازيائهم، ليه نحن لا؟ ليه؟ هو طبعا مشكلة. اكثر فئه نعم متمسكه بهذا الموضوع الى الان الحبابات، يعني حتى في قعدتها في بيتها بتكون لابسه التوب. نعم. مرقتها وحركتها واستقبال الضيوف بتكون لابسه التوب. نعم. طيب لما تكون قاعده في العده بدون قطعه لابسه التوب، وبالمناسبه أيوة التوب ابيض. ايوه، والعده اللي بيقعدها ابيض، ما حسب بيجينا احنا نلبس الاسود، الاسود ما توب حداد ولا بيشبهنا. أنا بمشي بعض العزاءات بلقى الناس لابسين صوت، مالهم ده يا أخوان؟ هم يروا من وجهة نظرهم إنه ده تعبير عن الحزن إحنا نسوده على روحنا. الحزن ما كان عنده ارتباط باللون الأسود، أو يمكن إنه الدنيا سودت في عيونه. أشوفي بتي هنا في حاجة مهمة جدا جدا، إذا اللون الأسود الحزن معناه الليل كله حزن، الليل ما حزن، الليل راحة. من وجهة نظرهم هم، وهذا خطأ فني، عشان كده نعم إحنا بنطلق حاجاتنا إطلاق الحاجة حرام. ليه؟ لانه العاده عندي مرتبطه بقدسيه الزي اللي انا لابسه، وهذا اللباس اللي انا لابسه بيميزني في كل العالم كل الدنيا. لما انا ماشي لابس جلابيتي وعمتي وهي لابسه توبه، اكيد مفاخره العمه الحنه دي ما عندي الا الهنود، الهنود ذاته بيتعمل، لكن ما زي حنتنا. نعم. حنتنا مختلفه، النكشه مختلفه، الوضع مختلف، التراكيب مختلفة، شكل التعامل معها مختلف، حتى لونه وتراكيب العطور حتى عندنا أدي الكهوة والخمرة وكمية الحاجات اللي بتعملها المرأة صناعة يدوية اللي هسه بيجوا يخلوها مع مش عارف منو الأسماء اللي بيجيبوها بتاعت العطور الباردية الجاهزة. نعم. ما بتشبهنا. خلي حياتك هي ست الحاجة، لأنه كل ما أنت تميزي حياتك كل ما أنت بتبقي فخورة بها. لكن ما عندك حاجة، ما عندك أصل، منو اللي حيشتغل بك؟ وزول بيشتغل بك، ما انت ما عندك اصلا. الروتس بتاعي في العطور اللي انا تكلمت عنها، الروتس بتاعي في شكل التوب اللي بتلبس الحبوبه وهي قاعده وهي بتمشط وهي بتعمل الحله بتصوته وهي بتتونس مع الشفع وهي بتلاعبهم، كل هذه الاشياء بتدي بهجه. بتدي بهجه وما بتتكلف، انت لابسه توب انت محتشم ما عندك حاجه. لو جزول خاشي ما فيها مشكله. والتوب كان ذاته راكز. ليه؟ التوب مغطي، التوب جميل، التوب تقيل، التوب هو كسوة، التوب هو ملاية في نفس الوقت. نعم. التوب هو عبارة عن حاجات كثيرة جدا، عشان كذا عايزين نلمسها. حسب يقول الأرقام مهولة، يقول لك التوب بكم؟ 12 مليون. نعم. أنا سمعت رقم يجيب عربية على كل حاجة. يا لطيف. في أيوة التوب ما أعرف جاي من وين. نعم. وكل شغل صناعة صينية. بنضحك على روح لا، خلوا عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا هي موجودة، لأن العادات والتقاليد هي أصل القيم، وهذه القيمة بتبقى من إنسان يتعامل مع حاجاته. أنا عندي نيلين حلوين، والنيلين الحلوين بيلتقوا في حتة
التقاء حلو وبيمر من هناك لأقصى الشمال بشكل نفس الطريق. كل هذا السودان بكل أشيائه حتى اللي انفصل منه بيلبس الثوب. فلازم نحن ندي اعتباراته ونقدس تقديسه العام، لأنه ما نقول والله لا بقت غالية، بالله بقت غالية كيف؟ أنا بعرف البنطلون إلا بالرقم الفلاني. نعم. تمن البنطلون بيجيب توبين. أيوه. والتوبين بيمشي معي سنتين. نعم. والبنطلون ما بيمشي معي سنتين. أها. هي تقريبا حسابات يعني. إذا عملنا حسابات، خلونا نتعامل معاه بالعاطفة. خلونا نعايلها معايناتنا قيمة إنسانية ومميزة. وقيمة جميلة. ما لو ما مميزة ما تبقى جميلة. قيمة جميلة بتضيف لك جماليات. بهذا المطلوب أنا بقول. أيوه. عايز أتعامل معاه كقيمة إنسانية، تديني اعتبارات الاحترامات. ريسبكتنج أنا عايز، عفوا، الاحترام لازم يقوم على هذا الأساس. نعم. ما أنا لما يكون لابسة توب هسع مرة لابسة توب واقفة في حافلة والبنات التانيات لابسة، المرة لابسة توب بتركب أول زول بيركبوها. أيوة. وبيقعدوها إذا ما في مكان. قديس هذا التوب، ما قدسوها هي، قدسوا التوب، لأنه التوب جزء مهم جدا في حياتي. هوية. ودي المهمة، الأيدنتيتي، الهوية بتاعتي. نعم. لأنه الهوية سمة من مجتمعات، من البيئة بتاعتك بتطلع الهوية بتاعتك. نعم. غناك هوية، طنبورك هوية، الباسنجوج هوية، الدينجر هوية، كويس، الصفقة هوية، الزغرودة هوية، السكلبة هوية، الدق بتاع المدق هوية، قاعدة الجبنة هوية، قاعدة الشاي عند البرامكة هوية. هويتنا في كل حاجاتنا، في تاريخنا. فعشان كده لازم نقدس هذه الأشياء عشان تاخد حقها طبيعي. طيب يعني احنا نقول انه الهوية العامة في زي السوداني بالنسبة للمرأة هو التوب. لو مشينا إلى أماكن أخرى مثلاً عنوان. الشرق أو الشمال أو كافة مناطق السودان. عنوان. جميل. عنوان. أدرس. طيب ده العنوان الرئيسي. نعم. العناوين الفرعية قد تكون شنو غير التوب للمرأة؟ شوفي، طالما هي لابسة التوب فكل المعطيات بتجي غصباً عنها مخطوطة خطة. مثلاً. كلها. مثال. المرأة لما تلبس التوب أهم شيء بتعين لها أنت بتلقي الحاجات هي لابسها تحت التوب. لازم بشكل الجماليات الموجوده فيها. ما بتلقي فيها الابتزاز. ما بتلقي فيها التبرج العالي. نعم. ما بتلقي فيها السخف، معلش على الكلمه دي. نعم. سامحونا احنا في العيد. لكن في النهايه انا عايز توب انيق، تحته لباس انيق، ولابسه فوقه مداس انيق، الله يكرم السامعين. وكل ده بشكل منظم بالوان راقيه متجانسه مع بعض بتديك السمه بتاعتك. بتمشي انت عارفه نفسك ماشي. ولو ماشي بتتبختري، من حقك تتبختري انك لابسه توب. نعم. لابسه بنطلون ما بتتبختري. ولا بتمشي زي الراكب عجله. لا ما بينفع. نعم. انا عايز توب يبقى اساس حاجاتي عشان انا افاخر بها الناس. واقول ده حقي. والمراه دي كنداكتي، ما كنداكت نعم. يعني احنا مره ثانيه نرجع اذا للكنداكه، اللي هي قلنا تقديس لمرأة فيها صفات جميلة، وده المطلوب على مستوى العلم، على مستوى العمل، على كافة المستويات. حكمت. نعم. نعم. حكمت. يعني أصلا المرأة كانت في عصور في السودان حاكمة. يا ست الناس، فرنسا لم تعطي المرأة حريتها. نعم. ولا الاتحاد الأوروبي عفوا يعني. هنا مناطقنا أدوا المرأة حق الحكم في 13 ملكة، ودي هدية من الشعب السوداني. الله. 13 الله. ملكة. يعني دي معلومة حصرية احنا الآن نقول للمتابعين من خلال برنامج تواصل. نعم. في أول أيام عيد الأضحى المبارك. نعم. كل عام وانتم بخير. الله يخليك يا رب يبارك فيك. إنه الكنداكة 13 ملكة. 13 نعم. ملكة. 13 أنثى حكموا الوطن. حكمنا السودان. وكانوا السودان. ملكات. وكان السودان بلد شاسع وكبير. واسع وحضارة واسكت ساكت. نعم. والتوب من عندنا، ما من عندنا لنا. ايوه. نعم. اذا ده موروث لابد ان احنا نلتزم به ونلتزم بشكل كامل. نحترم. ما ناخذ جزء ونخلي جزء. نعم. طيب. نعم. اذا الملمح العام هو التوب السوداني للمراه والجلابيه البيضاء. نعم. للرجل. والعمة البيضاء للرجل. للرجل. طبعا تغنوا الشعراء كثير في الموضوع ده. نعم. وحكوا كثير، وحتى الاكسسوارات اللي بتلبسها المرأة مع التوب برضو كمانك تغنوا ليها، اللي هي كان من أشهرها اللي تغنى بها المرحوم وردي لما. نعم. قال. نعم. بوبا. نعم. بوبا عليك تقيل القمر. بوبا عليك تقيل. وزي ده كثير. أيوة. يعني شعراء أنا ما قصروا. يعني أم جدايل. و أنا ما بتستحضرني عشان طبعا
بحب الغنى كتير لكن ما بحفظ، عنديش كاليه في الحفظ. نعم. لكن لما تسمعي غنى المطربين الجميلين الغنوا للتوب، سمحت التوب يا بلدي يا حباب. نعم. وغني غني منون ما غنى من المغنيين الان ما فاضين، لانه في 60 وفي 70 وحاجه كده ست ساكت. احنا في مشكله مع النبذ الصاعد، احنا حتى الحب عندنا كان مربوط باتصال. واحد بيقول لحبيبته جيت قبل ميعادنا بساعتين من الحماس، وابا البيت وجاء وهو هي تاخرت، لا هو الماجة. ايوه هو الماجة. اها. وده كله من التوب ما من الحته قاعده. ايوه. طيب ايه جمال ده يا اخوان؟ ايوه. وبرضه زي ما غنى مرحوم الساعه 5. نعم. يا حبيب ما تنسى. 5. نعم. ها بس ما يزوق هسه قول له زلمه جايك الساعه 5 تجي 5:30 لا 6 لو ما جيتك 7 تظني 8 يا راجل. يا راجل التوقيت. نعم. لو كان القانون بيحكم بالاعدام على من يقتل الزمن شاف السودان كله كان مات. يعني ده اهم عنصر واهم حقيقه اغلى نعمه ربنا ادانا لها، التوقيت لا يشترى. نعم. لا يباع. يعني وقتك هو وقتك، انت اللي بتتحكم به. بقول لك فلان ضيع لي زمني. نعم. لكن انت ممكن تستغل وقتك في عمل حاجات كويسه، وعشان كده العيد بيظبط الشغل ده. أيوة. 3 ايام الزمن فيه مظبوط، ناس فلان ضابحين، ناس فلان ضابحين كده. تفوت الثلاث ايام ترجع الى العاده القديمه، كان ما جيتك في البتاع تعلي في البتاع وعشان بتبقى البتوع كثيره جدا بتبقى نحن. اذا دي دعوه انه احنا نوجه باستغلال نعمه الوقت بالاستغلال الصحيح. مهمه جدا. مهمه جدا لانه المواقيت ذات قيمه، لانه الاهله المربوطه في تعاملاتك مع الحاجه لابد ان تكون مقدره. يعني انا حطلع عارف انا ماشي الحته الفلانيه بمشي الزمن، اذا جاي بالمواصلات المفروض اطلع بدري. يعني ما الوم واطلع لا والزمن 5 دقائق. بورك لامتي في بكورها وبكل المعطيات. نعم. طالما انت مقدس الزمن انت امورك بتمشي مرتبه تتبارك وما بتبقى فيها. نعم. اي فواصل. تتبارك. نعم. الله يديك العافية. شكراً. إذا متابعينا مرة تانية حنطلع فاصل قصير وراجع لكم مرة تانية، وكل سنة وانتم طيبين. يا أهلا وسهلا بكم مرة تانية، وصباحكم زين، صباحكم جميل، صباحكم شايل كل الجمال وكل النوايا الجميلة المحققة والأمنيات الرائعة بإذن الله تعالى. في حواري مع ضيفي المخضرم الأستاذ سمير بوكاب كنا بنتكلم عن الملمح السوداني العام بالنسبة للعيد وغير العيد من ناحية الأزياء ومن ناحية الأناقة. طبعا أناقة ظاهرا وباطنا وفي القول وفي الفعل، ويعني عندها مناحي عديدة جدا. إذا بالعودة إليك مرة أخرى ضيفنا العزيز سمير، قلنا إنه التوب السوداني هي الحاجة اللي اتفقت عليها جميع الأطياف والأحزاب إنه هي الملمح السوداني الأهم. طيب لما نمشي لمنطقة خارج العاصمة نبتعد عن منطقة الوسط ونذهب إلى مثلا أقصى الشمال أو أقصى الغرب أو أقصى الشرق أو حتى كذلك أقصى الجنوب، بنلقى الاختلاف في الجلابية. كيف بنوصف الاختلاف ده وكيف أهم أشكاله بتكون؟ كده نبدأ بعنا ناس الشرق، ناس البيجة. نبدأ بهم. ناس البيجة السواد الأعظم منهم بيتعاملوا بالتعامل الحزبي العقدي مع حزب الاتحاد الديمقراطي السيد محمد عثمان المرغني، وعندهم أزياءهم هم طبعا يعني. فازاي يرتبط بالناس دي؟ الناس بيقوا يلبسوا تمييز الحزب به ازاي؟ اذا هويه للحزب الديمقراطي وهو اصلا جلابيه هويه للشعب السوداني. جميل. بنفس المقياس لو مشينا غرب السودان بنلقى الجلابيه اللي هي القصيره وسروال طويله بيسموه على الله هسه بقت شائعه. نعم. سودانيه. ذي اللي بيلبسوه دائما احبابنا ناس حزب الام. السيد الصادق المهدي. التراكيب دي كل مجموعه بقت تاخذ حقتها. المجموعات الأساسية اللي بتلبس الجلابية كلهم بيتفق على الجلابية الموحدة. الناس اللي ما عندها أيديولوجيات بيلبسوا الجلابية السودانية لأنه دي حقتهم أصلا يعني. نعم. دي تراكيب خلت في فواصل ما بين كل جلابية وجلابية أو منظر ومنظر. حتى الطواقي بتاعتنا مختلفة من حتة لحتة.
يعني مثلا الطرق الصوفيه في اللون اللي بيلبس البرتقالي، في الاسود، في الاخضر، كل مجموعه من الطرق الصوفيه حتى الطواقي دي رغم انه جلابيه بيضاء، رغم بياضة جلابيه لان حتى طواقيهم مختلفه. وهذا الاختلاف بيورينا جلابي اخضر ده الاثنين فصيل واحد من الحته الفلانيه. ده اسود معه طاقيه اسود كده، مجموعه ديل مجموعه بيتباعوا ليه؟ الطريقه الفلانيه. مع خالص تحياتنا لكل الطرق الصوفيه، كل عام وانتم بخير وانت ومشايخكم بخير. الله يسعدك ومشايخكم بخير وخلاويكم بخير، وارجو انه شعبنا يطلع شعب انيق بيحفظ السودان ويحفظ موروثاته وعاداته وتقاليده وقيمه، والتقابة نار ما تموت. جميل. كيف نحفظ عاداتنا وقيمنا في العيد؟ ده مطلوب من البيت، الام تقوم بالمهمه دي بتعاضد الاب. الاب ما الاب حصاله بالمناسبه عندنا في السودان، يعني هو يا ولد نعم كده حرش. نعم. لما تحرش اقعد ابدا حوار معاهم، خلي تواصل الحوار بيناتكم راقي، بتبدا من هنا كل حاجاتك بتبقى من جوا البيت. نعم. البيت انت تقوم الصباح تظبط حاجاتك، سريرك لمفرشك او جوا، ما انت قدوه في النهايه. وفي النهايه انت لما تبدا هم بيتبعوا الفعل اللي بيشوفوه قدامهم، وكل ما تديهم حاجه جايه عن اذنك بنفس طيبه بتبقى شغله. صباح بيقوم يزور الملايه، ثبتها، يجيب الملايه بتتفرش، بيفرشها، بيخطها. انا ماشي ماما ماشي كده، ولما يطلع ما بيطلع ساكت. نعم. امي انا ماشي الحته الفلانيه. ما مامي وحاخد كده من الزمن. ما مامي امي. لان امي دي حلوه حنينه. اي امي حلوه. جميل. اي ابوي انا عايز الحاجه الفلانيه. ما فاقي لا معلش يعني. اي الشغله دي تبقى مشكله. جميل. ما متعقد منها انا لا، لكن ما بتشبه. احنا عندنا ابوي دي الخشم مليان وامي الخشم مليان. والخشم مليان انا بقدرهم بقدسهم، رغم الفوارق اللي بتبقى هسه موجوده بين كل المجموعات من الاجيال اللي الان قائمه يعني. نعم. لكن في النهايه بيبقى الوطن سودان، ويبقى الرجل سوداني، وتبقى المراه سودانيه، ويبقى السودان هو فوق الجميع. تفضل. جميل. يعني انا الليله لما التزم واكون قدوه في نفسي واعمل حاجاتي بالطريقه الصحيحه والتزم بمواعيدي واحب اي حاجه انا بعملها واعملها بحب، اذا انا كده احييت شعيره الاحتفال وده المطلوب، وانا كده احييت العيد، وحتى اللي حاصل له اي ظرف بيكون سعيد. نعم. بيكون مبسوط، بيكون حاسس بالبهجه لانه في ناس حابه تشاركوا الوضع الجميل، حابه تطلعوا من الجو اللي هو فيه، وحاسس انه احنا يعني ننشر الفرح. نعم. ننشر السعاده بافعال بسيطه، الفرح بالحب، الحب بالاحترام، والثلاثه ديل بموسيقى التعامل العادي بدون ما نشز في ايقاعنا او مزيكتنا. لازم، لانه الحته دي مهمه جدا. انا طالما انا نفسياتي اوكي وانا تعاملت مع حاجاتي برقي عالي، تاكدي اذا انا اخطات اعتذر، فهذا اروع الاشياء. قدم لي شخص شيء اشكر عليه شكرا، بارك الله فيك، متعه. نعم. لانه لما اجي مره ثانيه هيقدم لي الخدمه بموفور الشغل، وهو عارف انه زول ده قال لي شكرا. انا اقرب منه اصلا، انا ما قدرتها الحاجه اللي عملها لك. نعم. فلا بد من انك انت في حين الاعتذار فليبقى الاعتذار، وفي مكان الشكر وليبقى الشكر. لانه ده شيء مهم جدا، لانه الخالق عز وجل ما محتاج يزور. نعم. اعمله قال داوود شكرا، آية قرآنية. نعم. فتخيل الخالق بيقول شكرا. نعم. انت ليه ما تقول شكرا؟ انت هو اسم من اسمائه. انت ليه ما تقول شكرا؟ انت منيع. ايوه اسم من اسماء الله عز وجل. احنا كمان الشكور. بنطبق الحاجه دي، الشكور على وزن فعول. نعم. اللي هي اقصى درجات الفعل. نعم. ادينا لما انا اقول لك الليله شكرا لان انت الليله شرفتنا بمعلوماتك وبوجودك. لما اجي انا اقول لست البيت اللي تعبانه وواقفه وسوت الملايات ورتبت وعملت شكرا، لما اقول شكرا للي بيستحق الشكر. نعم. لما اقول شكرا للي عمل خدمه بطيب خاطر حتى لو ما كان مجبور عليها زياده. نعم. في البيت جابوا لي صحن ملوخيه مثلا. نعم. مظبوطه. انا قلت يا سلام، تسلم الايدين فعلا. بيكلفك شنو؟ بتنسى التعب. بيكلفك شنو؟ والله ولا اي حاجه. جميل. احنا لو منسيت زي الحجر يا اخي، مشكلتنا عايزين نبقى دي مشكله كبيره جدا. يعني معناها احنا العيد ده احنا نفترض انه احنا ننشر رومانسيتنا ومحبتنا بشكل جميل، وده المطلوب.
على فكرة في حاجات جدا بسيطة احنا ممكن نعملها ننشر بها الحاجة دي. مثلا يا سيدي جميل، مثلا لو احنا مثلا التفاصيل البسيطة فتح لها باب عربيتها، فتح لها الباب وهو نازل من عربيته قصدي راكبه جنبه، قال لها شكرا انت الليلة تعاملتي معي بكل الجمال، حاجات جميلة صراحة. خلينا عربيتي ما تمشي، خلينا في البيت، خلينا في البيت بس قدر البيت عشان البيت كويس، عشان البيت يمشي بالضبط كده اموره تمشي. نعم. نازل معي دون عربي وبيركب المواصلات، ركب في المواصلات ما يركب هو الاول، خليها تركب هي. قعدت ام شغل، نعم قعدت جمع مرحبا، قعدت جمع ما في مشكله. في النهايه اللي بيبقى عادتي انك انت قدمتها عليك. نعم. لما تقدمها عليك هي بتقود الشغله بكل امانه بكل حب، وبتبقى الحته اللي انا قلتها قبل، لابد من انه الامور كلها تمشي منسجمه. هذا الانسجام لا يتاتى الا بهذا الذي يسمى الحب اطلاقا. جميل. لا يمكن. جميل. نعم. طبعا. الله يزيدنا ان شاء الله من علمه ويسعدك كمان وكمان يا رب العالمين. مشاهدينا ومتابعينا اكيد انتم مستمتعين معايا بالفقره دي، ونواصل مره اخرى ونقول اذا احنا عاوزين ننشئ جيل جميل قائم على الفهم، قائم على الوعي، قائم على العلم، بتنصح بشنو بالافعال البسيطه اللي احنا ممكن نبدا بها الان في هذه اللحظه؟ طيب انا سعيد كل عام وكل الاسر السودانيه بخير وانت بخير. وزي ما قلت في الاول ان شاء الله قادم الايام رخى ورخصه وبترول والكورونا تكون مشت في 60 داهيه. امين. اللي عايز اقوله اذا انت خلقت جزئيه من التواصل ما بينك وبين الاسره من المراه للابناء الانجال ذكور واناث، واتعملت معاك تواصل بيناتكم، في حوار بيناتكم، في نقاش بيناتكم، كل واحد بقدسية العمر، أكيد بتمشي لقدام وتعمل جيل أنيق، جيل بيحترم الوطن، جيل بيحترم النيل، جيل يحترم الصحراء، يحترم المواعيد، يحترم الغابة، نعم. يحترم النيل، كل ديل يحترم مواقيته هو كبني آدم، زي ما الأذان بيأذن تمشي تصلي، تقدم من ميقات، زي ما بتمشي تصلي، تعال أنت ماشي الجامع وأنت لابس نظيف عشان ماشي تقيم قدام الله. مرحبا. بنفس المقياس لما تمشي للزول امشي للزول لانه الزول ده خلقه الله ما خلق نفسه. نعم. امشي له. الخلقه دي انت تتعامل معها يا ولد اطلع في الزمن الفلاني، تعال في الزمن العب كوره ما عندنا مشكله، لكن تعال اقرا في الزمن الفلاني. يا ولد الحته دي ما عاد بانيه. خليه هو بيسال ليه؟ ويا بنت الحته دي كده. لما تديهم الثقه انهم هم بشر من الطبيعي حيتعاملوا معاكي بقيمه انه زول بيتكلم معاهم كبير. بس الكبرى اللي انت بتطرحه لهم طرح سلس بانسياب، ما طرح لا يا ولد عيب صيغه امر ونهي. لا جميل، صيغه طلب. اصل انت لما تحرم زول من حاجه يا دوب الحكايه كانت له. نعم. كل ممنوع مرغوب يمشوا. جميل. انا عشان كده دائما بتعامل مع حاجاتي، لما واحد يسالني يا اخي انت كده اقول له والله يا اخي انا الحاجه دي ما عملتها حبا في الله. الله كده كده حبيت الله انا بحبه. نعم. ما انت زول اللي بتحبه مثلا انت بتحب بنيه مثلا. جميل. دي الطبيعه صح. طبيعه الاشياء الفطره. قلت لك والله انا دايره بارد، هو انت تيجي تجيب البارد احسن حتى لو ما عندك يا بلد. حتى لو ما عندك تتدين. اذا انت اثرت على نفسك. ايوه. هنا الايثار، انا اثرت الخالق على كل حاجاتي لانه خلقني انا. فكل هذا الايثار بيبقى انت اثرت الشافع، اثرت البنية، أثرت الأم، أثرت أخواتها وعماتها وخالاتها، فتبقى التركيبة الأسرية كلها مع بعض منسجمة عشان تطلع لك جيل ناعم، جيل راقي، جيل متزن، جيل يعلم ماذا يريد وأين هدفه الماشي له. إحنا عندنا ما عندنا هدف، معلش يا بنتي أنا حقول كلمة، إحنا شعب رايح ما عندنا وجهة ماشي لها، معلش ما تزعل. ده كلام كبير. والروحة دي ما بتجي معالجتها الا ما قلناه في اول الحلقه الا بالحب. شكرا. نرجع مره ثانيه نقول ان الحب هو اساس كل حاجه، ان الحب هو الذي يدفعنا انه احنا نعمل الحاجه بشكل ممتاز، الحب يدفعنا انه احنا نلتزم بمواعيدنا، الحب هو اللي بيخلينا نمشي في الطريق الصح، هو اللي بيخلينا نكون عايشين في سعاده
في انسجام وفي أناقة فكرية وأناقة ذوقية على كل المستويات. متابعي ومشاهدي قناة الشروق أينما كنتم، خليكم معنا، نطلع فاصل قصير ونرجع مواصلين بقية فقراتنا في برنامج تواصل في أول أيام عيد الأضحى المبارك، خليكم معنا. أعزائنا نواصل فقرات برنامج تواصل من أول أيام عيد الأضحى المبارك. عودة إليك عزيزنا الضيف، حقيقة إحنا سعيدين، ولو في وصف لكلمة سعادة أكثر من كلمة سعادة أنا أقول لك إنه إحنا سعيدين بك جدا بوجودك معنا ليلى، أثريتنا بمعلوماتك. وبعدين يعني دائما العلم بيرفع الزول، يعني أنت قرأت كثير، أنت قضيت فترة الحجر المنزلي اللي فرض علينا في الفترة المنصرمة، يعني إنك قرأت العديد من العناوين بالعديد من اللغات كما تحدثنا في الفاصل، تحدثنا أكثر عن كيف استغلالك كان للوقت. أنا حقيقة عايز أقول حاجة، أنا قبل الإعلان إنه في حظر كنت قعدت في البيت لأنه كان عندي شغل كثير جاري وسفريات كثيرة، فالقعدة جات والكورونا و الحظر جاء كله مع بعض، فكنت انا المستفيد حقيقه لانه قعدت تقريبا 117 يوم 117 يوم وقريت فيها 21 عنوان ما شاء الله، فيها السياسه، فيها الثقافه، فيها الشروحات الاسلاميه من القران الكريم، فيها القصائد الشعريه الشعبيه، فيها الدواوين الشعريه الضخمه لكتاب كبار. فحقيقه ايضا في كتب لعلم النفس برضو كانت موجودة، فحقيقة كانت الحاجة مثرية جدا لأنه الواحد طول السنة جاري، فالمية وسبعتاشر يوم كان بالنسبة لي مغنم استجمام عقلي وجسدي بالضبط كده، لأنه كنت ما أنا بس حتى الناس اللي جيراني كانوا مبسوطين إنه بيجوا يقعدوا معي بيقروا، ودخلت فكرتي إنه الناس تقرأ، ما أنت هديتهم على إنهم يستغلوا وقتهم بطريقة مثالية، لأنه الناس معتمدة برضو على الـ 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 الخبيز. لا لا أخي، هو ده إنه قراية الكتاب ممتع لأنه أنت الكتاب ما بتدور عينك. بعد واحد كان بيقول لي يا أخي تعالي يا أستاذ أنت بتقرأ بدون نظارة، قلت له نعم أنا ما قاعد أشخط في البتاعة بتاعت ما بتأذي عينك، لا لأنه الورق فعلا مفيد للعين، وإذا الإضاءة جيدة وأنت ما بتتعب ولا تعمل لك صداع وكده، لأنه القراية واحدة من الحاجات اللي بتخلي الذهن متفتح. جميل. وبتبقى إعمالك للحاجة من خلال موروثك اللي أنت ورثته من الكتاب اللي انت بتلقاه جليس لك انيق، لا بيتعبك ولا بيزعلك ولا عنده كلام معك، هو بيديك ما بياخد منك. جميل. فدي حاجه كويسه جدا والواحد استفاد من الحاجه دي بطريقه ايجابيه. نعم، لانه حقيقه الكتاب ما خير جليس بس، حقيقه يعني خير جليس انيق. جميل. ما في معنى واحد يكون جليس وبيتكلم معك يتونس معك وخير في المنسه بس، لكن جميل. ما عنده فائده، لكن ده على كل النواحي. نعم. إذا دي كانت دعوة منك إنه الناس بكل الحب تستغل أوقاتها وتستغل طاقاتها في إن هي تعمل حاجات جميلة كانت مؤجرة، لكن في ظل هذه الجائحة الناس تستغل الموضوع من ناحية إيجابية وتستغل زمنها. نعم. كل الشكر لك وكل التقدير وكل التحايا لوجودك اليوم معنا في استوديو. أنا سعيد بوجودي في قناة الشروق، وسعيد طاقم كله بقول لهم كل سنة طيبين بلا فرز. وتحية خاصة لابن العزيز ناجي فاروق، وتحاياي الخاصة جدا لأهلي في الشمال قريتي سركمتو، أقول لهم كل عام وأنتم بخير، وبلغة النوبية كوري غانيا نيلو ورونجو رتيجة، وكل الأحباب في السودان كل عام وأنتم بخير، ما أقول كل سنة وأنتم طيب لأنه السنة دي فيها مشاكل، خلونا طيب. بالعام. نعم. لأنه العام فيه دائما الخير، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم موفوري الصحة والعافية، كل عام وأنتم متمسكين بهذا الوطن وبعلم هذا الوطن وبنيلين الوطن وصحراء الوطن وغابة الوطن، شعب أنيق يهب ويمنح، ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لك وشكرا للمجموعة معاكم، وإلى ملتقى مرة أخرى في حتة تانية، كل سنة وأنتم طيبين. الله يسعدك وسهل أمرك. إذن أعزائنا المشاهدين متابعي ومحبي قناة الشروق، صوت ثورة السودانية أينما كنتم داخل وخارج السودان،
كانت هذه حلقتنا لليوم من برنامج تواصل في أولى حلقات عيد الأضحى المبارك، وبنقول لكم كل عام وأنتم بخير ودائما يا رب تامين ولمين والقابلة على أمانيكم يا رب العالمين، وإن شاء الله يعني كل السمح جاي في الطريق، وكل الشكر لكل من تابع هذه الحلقة، وكل الشكر لكل من ساهم أن العيد يكون عيدين باللمة وبالجمال وبالحرص على التباعد الاجتماعي كذلك أيضا. ونقول لكم إن شاء الله يا رب كل أيام مشاعر الفرحة والسعادة، دمتم في حفظ الله ورعايته إلى حين الملتقى في حلقات أخرى، استودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه.